اهلا وسهلا ومرحبا، تعالوا مع بعض بصوره سريعه ومختصره نشوف اكثر رابرز عانى معاناه كبيره جدا جدا في طريق الهجره. من السودان بالقلع ليبيا قشينا. مما طلع من السودان كان قاعد يعاني، حكى اسباب اللي خلته طلع من السودان. ولينا البلد انتو السبب تردونا، كل الشباب بعدوا الهجره كنا حكمونا، المواطن حقناش انتو زلمتونا. حكى طريق اللي انه طلع به من السودان، حكى خطة السفر لغاية ما وصل ليبيا. الناس قتلينا ارجو احنا لعبينا، شفنا كتير في الشارع بس ما تبكينا، وكل المآساة والمعاناة العاشة في ليبيا. وصلنا الزاوية في التركينة، كم مرة حاولنا استبينا، في مرة حاولنا اي استبينا، دخلنا السجن لقينا الناس احلاها مكسورة، جنيقة لو جيت بخادع اكيد سميت ده بسجن تاجورة. بعد ذاك حكى قصة انه هو عبر الابيض المتوسط كيف، شفنا القصر شوف شوف شفنا البل بل. دخلنا البحر ودعنا اراضينا، ممكن ما نوصل لكن املنا علينا. حكى قصة اللي حصلت في ايطاليا، حكى قصة وقت وصل فرنسا. دخلنا ايطاليا، قرب اسمع يا ديسيس من ايطاليا جينا باريس. ولازم نذكر حاجة ضرورية شديد كده، انه باريس تعتبر معبر. حكى قصته برضه وقت جا دخل في باريس وحكى حصل شنو في باريس هناك. ايام كانت صعبة ما بتتنسي الا بالبونجو، اوي كله ما باس كله ما باس ما يفتكر كده خلاص. عداك واصل طريقه حتى ما وصل لبريطانيا. كدينا الشغل اسين، دخلنا يوكي ما قادرين، اغنية ظابطة والتصوير ظابط، الاداء مميز، ونتمنى له مزيد من التطور والتقدم، ونتمنى له الهدوء والسكينة داخل اوروبا، ونقول له الف حمد لله على السلامة انك وصلت بسلام وعافية. دمتم سالمين، والى اللقاء في محتوى اخر داخل الراب الاوروبي.